بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توضح عملية طمر جزء من متنزه الزوراء الترفيهي، توجهت عدسة التغيير لمعرفة الحقيقة بعدستها وتبيان ما يحدث لهذا الموقع الترفيهي الذي يعد المتنفس الوحيد للعوائل البغدادية. اتضح لاحقاً أن جزءاً من محيط هذه الحديقة قد تغير أساسه من أرض خضراء إلى رقعة مطمورة بالحجارة والأتربة، بغية تغيير جنسها حسب ما كشفت عدد من منصات التواصل الاجتماعي. كل الدول نتروح هسه تسافر لأي دولة تشوف الخضار أزيد من البنايات، أزيد من البشر. أصلا هي الخضار يعطيك الأكسجين، يعطيك الهواء النقي، يعطيك الجمالية للمحافظة. يعني العراق يعني بصراحة انت رسم مولات زين، وين ما قمت تروح تشوف مول. فقاموا يقضون على المساحات الخضراء، قاموا يقضون على متنفس العوائل، يعني كله صار داخل البنايات. مول يعني داخل البناية، يعني وين قبل كنا نروح حدائق. هذا الأمر أثار امتعاض سكنة العاصمة وغضبهم ورفضهم تحويل أرض خضراء ترفه فيه العائلة عن نفسها إلى أي نوع آخر، سواء كانت تجارية لفائدة المنتزه أو غيرها. فالمواطن البغدادي اليوم يفتقر للمساحات الخضراء التي باتت قليلة جدا في العاصمة. ما يصير، احنا عندنا عوائل نريد ناخذها العصرية تقعد عائلتنا، وين نروح؟ يعني تقعد المنتزه نرفع نفسها شوية، العائلة الجهال ما يصير هيك. بس ويا من تحكي، هم البلد كلها قطعوا، اول ما تروح انقطع، يعني حتى المناطق الزراعيه الدوره عندك تطلع نفس الشيء. هم كانوا ما يوسعون، هم كانوا ما يجددون منتزهات، هم كانوا ما يسوون منتزهات جديده، متنفس جديد. لم تبين امانه العاصمه موقفها من الامر الا ببيان رفض بيع الارض الى جهه سياسيه، وهو ما يخالف الصور التي انتشرت لاحقا. فالارض قطعت على اي حال. على الرغم من اتصالات المتكررة على المكتب الإعلامي في أمانة بغداد من أجل تبيان الحقائق، إلا أن اتصالاتنا لم يرد عليها. قطع جزء من الأراضي المحيطة بمنتزه الزوراء قد يؤدي إلى تحويل المنتزه كاملاً إلى مراكز تجارية تحت عنوان الاستثمار. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.